يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم، اهو سيف اهو. اسكت. ايه في حي جمهورك؟ يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده انت بتعمل انت وهو فوق؟ انزل يا فنش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم البجاحه اللي انتوا فيها دي، انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شاحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوة انت خالص في الموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكرة بقى. كده؟ طب بقول لك ايه بقى يا ماجد؟ بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامة. اتفضل. مع الف سلامة. مع السلامة. راح فين؟ راح فين يلا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم عبال ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازة دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسة؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت وهديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفة قوي يا شريهان. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. كله يا فكالو، محدش يتحرك. كله يا فكالو، شايف لي ابدا البطاقه دي كلها؟ وحرص لي الخمره دي كلها، وحرص لي الموزه دي كلها. في يا محفوظ باشا استرعبنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي، هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. ايوه العربيه، هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعاده باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا انا لا مؤاخذه خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. ده اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك
ضحيه وخيبه ايه؟ ايه اللي ضحيه وخيبه ايه؟ ما تقولش اسم هنا الله، ما تقولش اسمك، تعمل فيها ظابط، في ظابط يلبس كده يلبس كوتش بينور الله، ظابط وداخل ديسكو الله، والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر اسبكوها. يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات. يا سعاده البيع حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي، انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيبوحة. ايه ريحه بقعه دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى، ضحي ايه وخيمة دي يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يا هبله. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومة يا ضاحي؟ يا ابني حكومة ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعة انا خايفة قوي، انا بطحت الفنانة هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شريهان، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له انجز. بصه واحده، بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا، يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، وسع رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل انا تهوى. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصة؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي، يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي، ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرف، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. اخبطت في ضهري. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلصني. يا هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح.
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مرة؟ انا اسف دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعة بسرعة. اسمعوا كلامي بسرعة. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه دبدوب ايه؟ من النهاردة انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجلة. ارفع عينك. يلا اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا سوستي ياني، كأني فايت علي قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيت لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. ونعرف منين يا فالحة انه هو ناوي أزيه؟ انا بس عايز افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي، ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا و I'm in love with طريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي سنجي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري يا شريهان ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني، تعرفي فين الفلوس؟ يلا Thank you.
الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، انت قدرتيني وندمتي. لقيت فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة، هما دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والارقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمة حاجة خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسجار في ايده، يولع السجار. السجار ده لازم يكون كوبي. السجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العزارة، السمر، الحيارة، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المرارة، انجز. حاضر. العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي وجميلة، تحب احكيها لكم؟ كفاية ذكريات غريبة بقى يا عم بندق. ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقولي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميك. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوة يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشرهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البخت اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك المكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركوا؟ لا اطمن. كويس. ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه دي، فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا؟ على فكره انتوا معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني.
بقولك صحيح، محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقولك ايه يا ضد اهو، احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقولك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزار وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء. اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكم في خرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كأنك في بيتك. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بتهزر معايا؟ انا هتصور معاك لما اجي. ماشي هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع فوق بقى، تكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات. بس ياض يا هبل، انت اطلع فوق. ياه حاضر يا باشا، مؤاخذة. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس بتفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدو وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني ازاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. انت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وانا جاي هنا ومروح بيدلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس رح اسالك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ وكان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملى الريق كده. شكرا. هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ والله هم كان حاسب الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم الكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مليت لي بطني. هقول لك ايه، ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت متكوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟
حميت الطعميه حميت، واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين؟ حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان الموضوع كده، والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. طب خير. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول، يا سلام. اقرع ونوزعي. اتفضل يا اخوان. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه، هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ، ولا يا عسلية انت حلو. قسما بالله ياض انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده سيف انا اتغيرت. اه وعارفه ان ده البست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام في ايه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟ فيها سكريه انت يا حلو. على فكره بيعاكس خطيبتك. ايه يا سيف ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيديو يا جماعه، هتشيلوني في فيديو؟ ده اول حاجه. ماشي. تاني حاجه احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجله ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجله ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديده ومتسلفنه بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى خمسينية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم انا ماليش دعوه. وانا خاف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي، هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى، نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي معناش فلوس يا بنتي؟ بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يعني. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه، هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت راضي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الهونا الادوي 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده وأقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة هبيع الجزمة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟
30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضة كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غاظني ووترني. هبقى ابيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن أنا مالي أصلا، هو جد أنا ولا جدك أنت؟ ألا أنا؟ ألا دوي؟ 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150,000 جنيه؟ ألا أنا؟ ألا دوي؟ على تري. مبروك يا فنان. أنا دايما بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال، أي حاجة بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي. يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي شحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله نيكي؟ لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150,000 جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا لا لا، هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مره شايفك. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصر. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهم وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص. هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة. انا معرفش هما فين، ما انا لو هعرف هقول. هو انا يعني كيف اتضرب؟
بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بص آه. ما تخافيش. انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي مينهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. ايه يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكة في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو هيموتوني. الحقيني يا شريان. خبية. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعني، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا، هو كله ضرب ضرب، امال فرج فيه؟ ده عايزه فرج. اه طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسالوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. اتنين بجد المصحف. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على لسانك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع. كذاب وصريح وطماع. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة انت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم اولع. مش مهم ليه هموت؟ انا المشكلة بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلا. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثة يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تطلب تمام. تمام اه ان شاء الله. بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. أه 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 بس إحنا يعني تمام. أه لا مليناها إيه؟ شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى ماشي؟ يلا سلام. شيكسو ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس.
انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خيوم خمسه يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شامورت. فراخ شامورت؟ دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي؟ قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي بقى؟ عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه الفراخ بتلبس ها؟ لا لا خليهم يلبسوا خليهم يجوا. ينزلوا؟ ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا لا انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن؟ احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامة؟ راكب شرق الدلتا؟ مش بقول لك يا كابتن مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه رايك؟ حلو جدا. مرسوم والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم نشغل لك. تحب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه. اي حاجه لو انا بسالك. اباحيه. حاجه اباحيه. حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده حصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي. زود سلطات؟ زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدقها، تعرف انا كنت اعبط منه؟ والله؟ ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه معرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كداب. ايوه انا كداب. انتوا كلكم كدابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصلحنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه احمد فاهم اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سانتا هنا ولا هنا؟ اتفضل ولا هنا. اهلا ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. بخير طبعا. سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شرهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنيان دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. ابي اعرف غرفة الفنان احمد فهمي. وانا ابي فوق الشجرة. لا تؤاخذه يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتقول رقم كام؟ رقم. ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه 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 ايوه. طب ما تقول له ايه ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هدية من امنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان احمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الاميرة نعسانة. نعسانة نعسانة. كيف تسوي نعسانة؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا واحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها. هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة.
طيب هستأذنكم بس أسأل المدير واجي أرد عليكم. آه خوي تشيك مع المدير. تشيك تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخليج واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعض فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم ناس. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم نعم. المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك موسى. كيف تشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خوي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينو؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجواب؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويت انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلان تاني ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوه براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا أنا سبونجي بوب أنا سبونجي بوب أنا سبونجي بوب سفنجة ودانوني أنا سبونجي بوب أنا سبونجي بوب أنا سبونجي بوب أصفر كموني أنا سبونجي بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يشري هنا اسكتي أنت وهاني بتاعك ده. رايك
بس الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. اه عملنا كوي بيست. شيرين ها عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفني ايه اللي جابه ده. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش المدام ده وقته ده ده وقته. الو هاشوش اياد يا هاني بقول لك ايه خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف ما هو ضاحي معانا. ضاحي ضاحي بيعمل معاك ويا الله يخرب بيتك. ما تقلقيش على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما هو كل مره بيقولوا كده ياض. ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي بقول لك ايه. هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله هو كل شويه تيبه تيبه مفيش حد ولا سكريه. مع السلامة أبو دهب بيه عشان هخش الحمام. لا مؤاخذة يعني مزنوق. مع السلامة مع السلامة يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى ادي كشف شتمك. قال لك ايه؟ انا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره نادوري. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم والله العظيم. انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري؟ لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط. مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي بقول لك ايه وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه واجيب بصمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكم الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه؟ بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه. ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. وانت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه علاقه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. Thank you.
قطن. ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ ايزو يا رب يطلع على قد يا رب على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلي معلش. شيل دول هنا ودول هنا. فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيفكر او حاجة. اوه يلبسوها او تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبية او واسطة عشان ابن صاحب القناة. انا بقول لكم لا خالص والله العظيم والله العظيم كمان مرة لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على حفنات الكد دي. كان فيها اسامي كبيرة جدا مرشحة انها تقدم معايا البرنامج زي استاذ وائل الابراشي، استاذ معتز الدمرداش، استاذ جابر القرموطي، استاذ توفيق عكاشة. اظن بعد الاسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص اقفل ايدي. حاضر يا باشا حاضر قدامك هجيبها من الاوضه بسرعه بس واجي. الحقيقه شريهين ده هيطلع الاوضه. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي الهم مكبب على بابي. بابي انا كمان. هنعمل ايه؟ مش عارفه. بس ده ما ينفعش يطلع لازم نثبته هنا. انا هتصرف تعالي. احمد فهمي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا لا ده هم 5 دقايق مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمه ايه؟ الفهمويه. يعني رابطه محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي طب امسك انت اطلع خلاص مش مشكله. انا جيت في وقت مش كويس. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك. انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول بس قعدت البي. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش ال5 دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني. انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هدية لابن صاحب القناة.
انا مصدومه فيك. انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرف انها ماشيه كده. جهازها حلو على مقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي اي حاجه، وانت هتفضل نايم كده سايبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك. النور هيعمي عينيك. مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. ومين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. انا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة، أنا معطلهم عن التور بتاعهم في أمريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. يا نهار اسود،
هاني ولا هاني انت فين؟ تعالى انت سجلك الاختراق. اختراق ايه؟ تبالي بيزغزغ والميه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح الهيل. اليسا قدم له حاجه اتكلم عليه. قدم له ايه؟ تقيل على عينك. انا هتصرف. روح روح. ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي يا هاني. انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. الحق خد لي غطسه قبل لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البرده. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام يا ابو الدهب. ايه جاد عادة ضح؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جاد ضح. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش يا ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عينيا ليك يا ضح. غريبه انت وافقت كده على طول يا ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. الان والله اطلع. حاضر حاضر يا ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي يا ابو الدهب. ايه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني.
يعني مين؟ أنا لقيت التليفون ده في الشارع. أيوه أنا اسمي سميدة. لا إحنا ما ناخدش حاجة حرام. قولوا لنا أنتوا فين وإحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. أيوه أمال قول العنوان. آه عارف. أيوه على اليمين. أيوه عارف. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، أمال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ أي 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 حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش، عيش فينه، بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترررن تن تن. ده الخليل كوميدي. اه طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيني. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل عسل عسل. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطتي أنا، قطتي ولا قطتي؟ تن ترررر تن تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا وأقول لكم فوازير. يلا. أو ممكن أقول لك فزورة حلوة صغيرة. ها عارف من حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. اقول لك نكتة حلوة كمان. بصي، مرة واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. لا 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 لا. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترررر تتت كده. قتلتوا البسمة، قتلتوا الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي يخلصني من جثته. إيه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، متقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ يخرب بيتك، دول أكيد البوليس. حارس سود بوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا لا نهرب. ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. انت على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عيني يا روحي. لا بالراحة عليا. اهدي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خش خش. طلعينا البريلو وحمرينا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقولك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروم يا اخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقولك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تتفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. اه انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. آه. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. إيه ده؟ مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما أعرفه. دي أنا لسه هموت وأتعرف عليها بس حضرتك ما اديتهاش فرصة. آه دي اللي أنت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. أنا ما لحقتش يا فندم، إحنا واقفين بقدومنا أهو. إيه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد إذنك هتفضل معاك، بس ممكن أطلع لك بس ربع ساعة وأنزل لك على طول. ربع ساعة؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، أنا هطلع أبوسها وأنزل على طول بس بعد إذنك أنا تعبان. اخس عليك، ده أنا كنت هاخدك مثل أعلى ليا. طب عشان السلم ده أنا هسيب لك ده وآخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ آي آي أنا خلة خلة في الملافلة تن ترارارن تن تن. ممكن كفاية شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعة اللي انتوا عايزينه، في عم سيف نبقى نجري مفيهاش حاجة. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعباية السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفة الواد هاني يبصلك. حلو تيدي شكلها بتبيع درة. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحت البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه؟ واحنا مش قد المقام؟ ها ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب، تصدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بدراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصرية. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل. لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لاخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبس. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقولك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا لا اسمحي لي أفكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكرة في حفلة عيد ميلادك لما جبتلك الأستاذ سمير اسكندراني وولعتيله في الدوجلاس؟ ينفع؟ وبيغني أغنيته الجميلة
يا نخلتين في العلالي يا بلحهم جوا. يا جماعة بابي فهم غلط، أنا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. أيوة أكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وأبو يا بلحهم. معرفش، مش فاكرة أنهي أغنية بالظبط. نيل يا بنتي الهرب لا يفيد، وأنا أحسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الآخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني يا جماعة، يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى متراقبة. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. انت متبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة قوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. معاك كده عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. ايه بيتشي يا صاحه، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والذبيضه حلوه، والذبيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي خناجه، كلمينا الجيله عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده، احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هديك ظهر. انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسب في الاستخبار. بص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شيرين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. ايه ده؟ هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعه اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه ايه يا متخلف انت؟ البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم، يطلع عين اللي جابوه هنا. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه؟ تعالوا شوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي يا ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك. لا ايه ده،
ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلم عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه؟ دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. هعترف ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف دلوقتي؟ الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ما معروفة دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جدي ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام. في يوم شمسه يعني كانت ساطعة، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعمدة على وش رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. أيوة والله العظيم كده. هو فجأة رعدت زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفرانا يعني في نص الليل. هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم دي تلحقوها. هوب هم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينة، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. روحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسيل. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قال لك قبل كده يا أبو الدهب دي، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت متكاوي. يلا فوق وخلي. يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هروح على البيت ده. الله طب ما أنت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح أنت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله ما أنت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما أخد الفلوس. لا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلم. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ خش عن نضربهم وناخد المجلة. خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا مش خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا هنضربهم. انا مش كل ما اقتل حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبني. يلا يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا، رجلها بتوجعني. لا غني قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه؟ ولا أنتوا إيه؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري فين؟ عم بنداري خير الله.
خير الله خير الله. انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله، مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش ولا الدم، العيش ولا الدم. ايه ده صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم توتو النبوت. مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه ما عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف، فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة. طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي. أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني إيه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمة. ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق. نعم. فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما انا فاهم اي حاجة. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الأوضة المسحورة وعارف كمان حكاية اللعبة بالشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا يلا يلا.